كوكي. ايوه يعني الرقص بقى ده كان حاجه عظيمه جدا. اولا انت اخت روبي، بس دي معلومه بالنسبه لي وانا بقرا ريسيرش، قالوا لي دي اخت روبي. انت ليه جديده؟ جديده بالنسبه لي. لا بس معروف. انتوا شبه بعض شويه؟ لا لا مش قوي. لا 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 الطريقه بس ممكن شويه. الطريقه من زمان بتمثلي ولا ده جديد؟ من 2010 فعلا. عملتي دوران شبرا على عملت اول حاجه لشوق مع روبي، فيلم الشوق مع روبي. وبعديها عملت فيلم اسمه الخروج محمد رمضان، وخرم إبرة، ودوران شبرا. و ليه الدور ده علم مع الناس اكتر من حاجات كتير تانية؟ مش عارف. علم معايا انا شخصيا. بتحسي بكده انه علم مع الناس؟ جدا جدا. يعني يعني الناس بقت في الشارع معاني، يعني حتى مش كوكي ولا اي حاجه، معاني. الناس مبسوطه بيه قوي الحمد لله. بس انت اسمك الاصلي ايه؟ مش كوكي اكيد. مريهان. مريهان اصلا. ايه علاقه مريهان بكوكي؟ مش عارفه. روبي كوكي كده فيمشي على لا لا من وانا صغيره كوكي. ف جبتي منين الرقص ده؟ اتعلمتي ايه بقى؟ انا يعني ما شاء الله. انا خدتي يعني دورات راقصه؟ انا كنت بعرف ارقص الاول. مفيش بنت مصريه ما بتعرفش ترقص عشان ابقى واضحين. بس انا جبت دانسر اصلا في البيت تعلمني. قعدنا شهر قبل المسلسل عايزه اخد بقى الحركات نفسها، الرقصات. ف روبي كمان بتغني حلوه وبترقص. روبي بترقص. انتوا الاثنين بقى ايه يعني؟ مواهب ما شاء الله. مواهب. هنفتح كباري.